شارك سعادة السيد فؤاد أحمد الحاجي عضو مجلس الشورى في اجتماعات الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب وذلك بدولة الكويت الشقيقة، حيث يعقد الاتحاد الجمعية العمومية العاشرة بحضور عدد من أعضاء المجالس التشريعية والبرلمانات في الدول الخليجية والعربية. وللحديث أكثر عن هذا الاجتماع معنا عبر الهاتف من دولة الكويت سعادة السيد فؤاد حاجي عضو مجلس الشورى عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الكشفي البرلماني العرب. أستاذ، يعني ما هي أبرز الموضوعات التي يناقشها الاتحاد في هذا الاجتماع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لك أخي العزيز وشكرا لمشاهدي تلفزيون البحرين. هذا الاجتماع يأتي في إطار الجمعية العمومية العاشرة للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، وقد تم تحديد عدد من النقاط التي تمت مناقشتها، أبرزها المستجدات المتعلقة بالساحة الكشفية العربية والعالمية، فالجميع يدرك حجم المسؤوليات التي تقع على عاتق المنظمات والجمعيات الكشفية، خصوصا في ظل انتشار الأفكار المضللة والمسيئة التي يراد فيها جرف مسار الشباب والناشئة وإبعادهم عن خدمة أوطانهم والإسهام في تقدمها وازدهارها. وأيضا ناقشنا التقارير المالية والأدبية للاتحاد وخلال الفترة الماضية، وأهم الأهداف والإنجازات التي تم تحقيقها بالتعاون والتنسيق بين البرلمانات الأعضاء. وقد وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على مقترح مملكة البحرين، والتي يتكون من 4 بنود، وصوتت له، وهذا دور بارز لدولة مملكة البحرين في دورها الريادي في هذه المنظمة الكشفية. والحمد لله نحن في مجلس الشورى نحرص على المشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات الخليجية والعربية والعالمية. نعم، طيب سيد فؤاد، يعني مشاركة مجلس الشورى في هذه الاجتماعات، يعني ما هو انعكاسها على المنظومة التشريعية في مملكة البحرين؟ أولا، إبراز مملكة البحرين في العديد من المجالات، والحركة الكشفية في البحرين كما تعرف أخي العزيز هي من الحركات الوطنية التي يعود تاريخها إلى 50s من القرن الماضي، وهي اليوم تحظى بدعم كبير من لدن سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفي حفظه الله، وأيضا سمو رئيس الوزراء الموقر وسمو ولي العهد الأمين. أما عن سؤالك عن منظومة التشريعات التي لابد أن تتواكب التشريعات في البرلمانات العربية مع التقدم الحاصل في الحركات الكشفية العربية والعالمية. اليوم مثلا في حتى من مجلس الشورى وصلت إلى المنظمة الكشفية العربية يعني عدة استفسارات وتاخذ دورها في اللجان اليوم على أساس سن التشريعات إلا تحافظ على الحركة الكشفية وحركة المرشدات يعني. وهذا المشاركة تكون لها ضوابطها ولها كل يعني إنجازاتها. ولا ننسى أن في المشاركة في الكويت حضروا إيانا جمعية في الجمعية الوطنية الكويتية الكشافة، حضروا مشاركين من البحرين من الكشافة ومن المرشدات، والحمد لله يعني هذا بين دور الوطني الذي تقوم به الحركة الكشفية في مملكة البحرين وإسهامها في تعزيز الانتماء للمملكة. وأيضا نظرنا إلى كل أحدث الآليات
والسبل للنهوض بالحركة الكشفية من خلال تطوير التشريعات والقوانين. يعني احنا مع اخواننا من باقي الدول العربية، من المغرب العربي، من تونس، من السودان، ومن مصر، ومن لبنان. نعم نعم. كلنا الحمد لله، ويعني بعدنا نعم نطور في هذه نعم القوانين بما يخدم الشباب خاصة والحركة الكشفية، يعني بس الشباب عام. نعم سعادة السيد فؤاد الحاجي، اكتملت الفكرة، ونعتذر لضيق الوقت. عضو مجلس الشورى، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، شكرا جزيلا لك.